اتعرف عليك محمد يحيى اخوي محمد، سر. وش رايك في طبقه الاوزون؟ والله هذه كيف ارفع وش يعني كذا؟ يعني كويس، مية مية كيف 100 100 طبقه الاوزون؟ يعني، والله ما يحتاج. وش هي طبقه الاوزون؟ 100 100 100. مية مية انت عارف ايش يعني طبقه الاوزون؟ مضبوطة، كيف مضبوطه يعني؟ يعني ما شاء الله عليهم والله. انت اكلتها يعني؟ أكلتها؟ نعم. كيف طعمها طبقه الاوزون؟ طعمه والله رائع، مكون من ايش؟ مكونة يعني من زلطات، من أشياء واجدة، من أشياء كثيرة. اها فأنا لا ما حضرت أم المصالحة، بس أكلت منها. اها إي نعم، حالي ولا مالحة؟ ما شاء الله عليهم والله. حالي ولا مالحة؟ حالي، إي نعم حالي. يعني هي طبقة الأوزون تؤكل كحلى بعد ال، إي نعم حالة بعد. وأنت أكلت منها؟ إي نعم جربتها وما شاء الله عليها، اها ما شاء الله والله. أكلت، وعجبتك؟ عجبتني مرة يعني. وين أكلتها؟ في المطعم ولا في، أكلتها والله في المطعم، في مطعم اسمه هذا. في مطعم من المطاعم يعني؟ إي نعم، أخذت طبق الأوزون، أخذت طبقة حبتين، الأوزون كبيرة و... أخذت حبتين، لأن نفسي اشتهبت، أها ولما قلت لازم أزيد حبة زيادة. من قال لك عنها طبقة الأوزون؟ علمك والله عنها؟ أخوي نصحني، قال لكم من هذا يعني ما شاء الله. أنا جربتها، قلت منو كلمه؟ قال والله أخوي نصحني. أها وقال لك روح المطعم وأنا فلان لما ذا. رحت طلبت